اللقاء نظمته اللجنة الأولمبية الجزائرية يعني مع بالتنسيق مع المعهد المتخصص يعني مخبر في تابع لجامعة الجزائر الدالي إبراهيم حول النصوص التنظيمية اللي تخدم يعني التعديلات الأخيرة اللي خاصة بالاتحادات الرياضية والمتطوعين المسيرين في المجتمع في الأسرة الرياضية. اللقاء يعني أنا أراه أنه شيء جيد يفسح المجال لكل الأسرة الرياضية أنها تتدارس الجانب المؤسساتي الجانب القانوني اللي يقدم إضافة في القطاع، وإحنا هذه يعني اللبنة اللي رانا نحطه فيها في إطار البناء المتكامل الخاص بأنه نرتقي بالأسرة الرياضية، نرتقي بالمنظومة بالإيكو سيستام نتاع الأسرة الرياضية كاملا. اضطرينا أنه تكون يعني يوم إعلامي كما هذا باش حتى يعني كل الاتحادات والرابطات والفرق يفهموا أحسن يعني، وبحضور كل الجوريس تاع وزارة الشباب والرياضة ولا تاع الاتحادات حتى يعني تكون صورة واضحة لكل الناس اللي في الحركة الرياضية. لا أكيد تطبيق القانون خرج لازم نطبقوه. قلت له احنا ما رناش هنا باش نناقشوا القانون هذا، يعني أنا باش يفهموا يعني للاتحادات ولا حتى الكل يعنيهم الأمر يكون عندهم يعني صورة واضحة بحضور هاد لي جوريست اللي داروا هاد القوانين. نظن أنه أحسن للاتحاديات والرابطات والفرق باش اون فوا بور توت يفهموا كيفاش يطبقوا القانون هذا.